ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أظهر شريط فيديو تناقلته العديد من الصفحات عبر الفيسبوك الحالة التي أصبح عليها مدرب تايكواندو بسبب غلق النوادي الرياضية على إثر جائحة كورونا وما تسببه من أزمة اقتصادية لشريحة عريضة من المواطنين المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بدون مساعدة في ظل هذه الأزمة. كما وجه هذا المدرب وهو يدرف الدموع اللوم للجامعة التي تجاهلتهم بالمرة لتدعهم يلجؤون إلى التسول في الشارع في مشهد مبكي. تعاون معنا اخو الله يرحم الوالدين. تعاون معنا الله يرحم الوالدين. احنا كنا كنديروا التدريب في التايكواندو والجامعة راه ما دارت معنا حتى شي حاجة. ما دارت معنا والو. ها انت كتشوف. واش هذه الحالة هذه تشوفها الجميع. واش هذه الحالة تشوفها الجميع. ما عندنا من ناكلوا لولادنا. ما عندنا اقسم بالله ما عندنا من ناكلوا لولادنا. واش نديروا هذه الحالة كثيرة. كنا وساعد المدرب زين تاعينا 20 عام 20 عام وحنا كنعطيو للجامعة 20 عام 20 سنة وحنا كنعطيو للجامعة والجامعة ما كتعطينيش مع هذا الحظر الصحي هذا شنقول لك حنا تنعطيو من جات هذه الجائحة ديال كورونا ما عقلش علينا تليفونات مسدودين ما كاينش لما تنشد كاين الله سبحانه وتعالى والملك هادشي اللي كاين ماشي عيب نخرجوا بحال كنطلبوا نطلبوا الحل كما شي عيب حشومه السيد ريس الهلالي حشومه وانت ولا المكتب ولا الاعضاء اللي معاك حشومه راه عيب الله ياخذ الحق الله ياخذ فيكم الحق وبالاخص انت السيد ريس الهلالي الله ياخذ فيكم الحق اللي كدوروا داكشي بيناتكم وكتخليوا الناس اللي ما عندوش بحال كيف هذه الحالات الله ياخذ فيكم الحق هادشي اللي غنقول. نشكركم على حسن المتابعه. قناه ماروك اخبار يومي.